الو، الو، ايوه، ازيك يا سالي؟ عامله ايه؟ وحشاني. اهلا يا حبيبتي. انتي انا كمان كريمه من اسكندريه. اهلا بيك يا حبيبتي، اهلا بيك. وحشاني كتير، بقالي وانتي كتير كمان جدا مش عارفه اتواصل. طبعا ربنا يكتر من حبايبك، بس حبيبتي النهارده لما شفت معاكي بقى صوفيا حبيبتي يا روح قلبي، قلت تسلمي. لازم اني اقول لها منوره، اتفضلي يا عزي، وبجد بنشكر بانوراما على استضافتها، ربنا وان هي يخليكي منوره شويه معاكي يا سوسو. وحشاني حبيبتي، جدا جدا والله. اشكرك كل يا سنه روح. وانتم طيبين. وانت وبجد عايزة أشكر بانوراما كتير جدا، أسرة البرنامج كلها، على تعبها وعلى إن هي دايما بتنفذ لنا وبتجيب لنا كل الناس الحلوة اللي احنا بنحبها. حبيبتي الحمد لله. ربنا اتفضل يا يخليكوا يا رب. اتفضل. حبيبة قلبي، بالنسبة لصوفيا كنت عايزة أقول لها، أنا بالنسبة للقطة لما تبقى دايما ملازمة في الأحلام ومناسبة، يعني ملازمة برضو في الحقيقة، قطة؟ ده القطط بشكل عام يعني، لونها ايه؟ وخصوصا القط اسود، ودايما بيجي بتبقى العين يا حمراء، يعني بتبقى عين حمراء وعين خضراء، او عين زرقاء وعين خضراء، يعني بتبقى دايما كده. ده لفت النظر عندي قوي طيب، حاضر. انت بتصلي ولا لا؟ بصراحة، ساعات وساعات. هقولك، اولا تمام. هقولك على حاجه. ماشي يا حبيبي. القطط الالوانات دي ستات، تمام؟ وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك هي من الطوافون والطوافات وما هي بنجس، يعني ستات داخله طالعه عليكي صداقه، يعني حلوه ولطيفه وهاديه معاكي كده، فدي ست كويسه. بس احذري مكرها، لان برضو راحت ولا جت غدرها في دمها، القطه فيها غدر. ف يعني انتبهي انتبهي لوجود نساء في حياتك. لما تكون القطه سوداء، مش كل القطط السوداء يتخاف منها، لان طالما اللون لون العين مش اسود فده حاجه تانية. يعني لازم تكون سودة كلها عشان نقول عليها شيطان او نقول عليها جن. ولكن لو فيها الوان تاني، هي ست مؤذيه قلبها اسود، بتكن لك كل شر وعداوه، فلازم تاخدي حذرك منها قوي، انتبهي منها خالص. هي والفار، الاثنين دول وجودهم في بيت الست مش كويس. بس في حاجه حلوه في القطط الصغيره. القطط الصغيره في المنام معناها ولاده، في انجاب للمراه اللي شافت المنام يعني.